أعزائي متابعي وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. هذه الحلقة غادي نتناولوا فيها صومعات الكتبية، وبكل تأكيد ما كاينش اللي ما كيعرف صومعات الكتبية داخل المغرب وخارجه. هذه المعلمة التاريخية اللي كتعد من أقدم مآثر مدينة مراكش وأبرز معالمها الحضارية، واللي كتجاوز 900 سنة كترجع تسميتها بهذا الاسم نسبة لبائعي الكتب والوراقين اللي كانوا كيشتغلوا في المكان، واللي كان كيتسمى حي الكتبي. هاد الصومعة من الآثار اللي باقية شاهدة على دولة الموحدين، وكتعكس مدى الجمال العمراني ذاك الوقت والمتصل بالمعمار الأندلسي. تم بناءها مع المسجد في عام 1147، وانتهى البناء منهم في عام 1157. كان البناء ديال الصومعة المعلمة بالحجار ديال الجليز المعروف عند أهل مراكش بالكياس، وهي مبنية على شكل مربع كيوصل ارتفاعه لنحو 67 متر، وكيبلغ طول الضلع 12.50 متر. مزخرفين واجهاتها بالأقواس الحجرية البارزة بشكل هندسي. أما الفن الجمالي والزخرفي في هذه المعلمة، كيتوجدوا 5 ديال المستويات من الزخارف بهذه الصومعة، بحيث على كل واجهة من الواجهات أشرطة مسطحة عبارة على عقود بشكل دائري متعددة الفصوص ديالو، وكيتوجد بين الزخارف رسوم باللون الأحمر عبارة عن زخارف هندسية ونباتية وكتابية على شكل زهور وصنوبر، وبعض العبارات بالخط الكوفي. وكيتوجد بالأجزاء العلوية من الصومعة تربيعات زخرفية وأشكال هندسية باللون الأبيض والأخضر المائل للزرقة، ولهذا هي متميزة على باقي أجزاء الصومعة. كاينة صومعة شبيهتها في أليخاردرا بمدينة إشبيلية، بنوها الموحدين في القرن 12 ميلادي. خضعت صومعة الكتبية لعملية الترميم في سنة 1994، ومن الأمور اللي فيها حديث كثير هي الكوزيد ديال باب الخميس، اللي كيتحكى في روايات شفهية على أن التراب ديالها ديال هذا الكوزيد استعمل في بناء الصومعة، حيث وضفوه كرافعات كتصعد عليها البغال والجمال محملة بالحجارة ديال البناء. ولما اكتمل بناء ديال الصومعات الكتبية تزاح عنها التراب والطرمة خارج المدينة في باب الخميس، والله أعلم. أحبتي، حتى لنا كنودهكم تنتلقوا حلقة قديمة إن شاء الله. أصدق التحيات.